هاي. فرز النفايات سياسة بتفرضها معظم الدول المتطورة لمعالجة أزمة النفايات والتخفيف من كلفتها، ويعتبر الفرز من المصدر من أهم المقومات لنجاح الخطوة، لأنه بمهد لإعادة تدوير النفايات واستعادة المواد. لهيك كل فرد ملزم باستعمال 3 حاويات للنفايات. الأولى باللون الأخضر وبتشمل النفايات العضوية مثل بقايا الطعام يلي ممكن تتلوث بسبب الرواسب الكيميائية من مواد التنظيف والبطاريات وغيرها، ولما تختلط بغير نفايات فهي بتصعب عملية المعالجة وبتخليها غير قابلة لإعادة التدوير. تانية باللون الأحمر وبتشمل المواد الصالحة لإعادة التدوير مثل ورق، بلاستيك، معادن وأزاز. أما التالتة فهي باللون الرمادي وبتضم المرفوضات الغير قابلة لإعادة التدوير مثل الحفاضات، ورق الألومنيوم وأعقاب السجائر. بشهر آب الماضي صار كل مواطن ملزم بالفرز داخل بيته بموجب القانون. مين قال مش كل النفايات محل المكبات والمسؤولية فردية وجماعية؟ أنا قال. بشوفكم بكره.